ازاي حضرتك يا عمي؟ تمام يا ابني، تمام. الف مبروك. الله يبارك فيك يا عمي. ايه، في حاجه؟ لا لا لا، ما فيش يا عمي. بس يعني الظاهر الكرسي بتاع حضرتك او الكنبه اللي انا قاعد عليها بتزيق، يعني في حاجه غلط حصل. لا ما تاخدش في بالك. المهم السيد الوالد هيشرفنا امتى؟ الوقت اللي تقول عليه حضرتك. امتى يا فندم؟ انا يا ابني ما اتكلمتش. بس في حاجه في حضرتك اتكلمت. لا ما تحطش في بالك، انت قول السيد الوالد يشرفنا في اي وقت، البيت مفتوح. واضح يا فندم انه مفتوح، ده لو اتقفل نص ساعه تموتوا كلكم. ايه يا ابني، في حاجه؟ مفيش، بس واضح ان الورد في الاماكن المغلقه خطر. هو ورد اليومين دول؟ ورد الورد يا ابني كان زمان. لا 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 لا، مش اسلوب ابدا. يا ناس يا اللي في البيت، يا حبيبه عمي بيفضى يا جماعه. في ايه؟ في ايه بس يا يوسف؟ في ايه؟ ده في عدم انضباط في الاوضه جوه خالص. طب قولي بس ايه اللي حصل؟ اللي حصل كان يصبر شويه، يصبر لما ناخد على بعض. سلام عليكم. ما تاخدنيش بذنب بابا يا يوسف. يوسف يا ويكا، انت معقول هعيش لحد ما اشوفك لواء يا يوسف؟ يا ايوه فندم. اكيد سليمان باشا فاكرني. ايوه فندم. مش دي شقه سياده اللواء سليمان باشا؟ هي كانت شقته بس احنا اشتريناها. طب هو راح فين؟ هاجر كندا عند بنته. انا اذن حضرتك. سليمان باشا هاجر كندا، والوقت انت لسه صاحي يا ويكا؟ انت هتقول لي ويكا وتصاحبني؟ بقول لك اثبت مكانك واضرب في المليان. مش هتلاقي حاجه مليانه تضرب فيها. روح اعمل لي شاي. ايه ده؟ يا بابا قلقتني، في حاجه حصلت ولا ايه؟ مفيش يا ابني، ربنا يستر. ربنا يستر يبقى في حاجه حصلت. انت هتخبي على صاحبك الصغير؟ انت قول لي. ما لقيتش سليمان باشا، ساب وسط البلد. وانا بكلمك على شارع سليمان باشا، انا بتكلم على اللواء سليمان باشا. مشي، سافر. سافر؟ سافر ازاي قبل ما يوصى عليا في كليه الشرطه؟ نصيبنا كده يا ابني. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه بابا؟ ده انا حياتي كلها واقفه على اليوم ده. امال انا هعمل ايه؟ ده انا مصيبتي كبيره قوي، ده في ناس احتمال تاذيني. ما تخافش يا بابا، محدش هيمس شعره منك طول ما انا عايش على وش الدنيا. يا سلام، هتعمل ايه؟ هنجح ومن غير واسطه، وهتشوف ابنك ويكا هيعمل ايه. يا الصرخه حلوه، بس يا ترى هتعدي في الاختبارات؟ دي خريطة نخنوخ. لا تقول لي بقى خريطة العالم ولا خريطة الوطن العربي. الطريق ده والطريق ده والطريق ده أنا اللي راسمهم. ده الكباريه. حلو؟ عايزك تركز معايا. الخطة كالتاتي، أنا وأنت والبت تهاني هندخل الكباريه اللي فيه المطوة ده كبزاين عاديين خالص. البت تهاني هتلاغي الترماي، أنت تطلع المخدر وتحطه له في كوباية الخمرة. ماشي يا ريس. طب وأنت؟ اصطبر، أنا لسه دوري بعدين. بعد كده هيتخدر، هتشيله على كتفك بإيد واحدة وتطلع بيجي أكنه سكران، هترميه على الكنبة الورانية بتاعة العربية. حصل يا ريس. طب وأنت؟ اصطبر، أنا لسه دوري بعدين. جه يعمل قلق، يعمل أي حركة تقوم أنت كاتم نفسه على طول، فلفص يمين فلفص شمال، تفضل كاتم نفسه على طول. ماشي يا ريس. طب وأنت؟ اصبر، أنا لسه دوري بعدين. وبعد كده تقوم مطلع المطوة من الكباريه وتقوم غز الفخر. غزناه يا ريس. طب وانت؟ انت سبتلي حاجة اعملها يا غبي. بس نقطة
الشرطة دي تحية ليكم مني أنا، أنا سامخ أبو الفنا، ربنا يخليني ليكم. يا عمنا دلوقتي هو انت اللي بتنقط ولا انت بترد عليا؟ ده اللي بيقلدك. يا عمنا خلاص عرفنا ان ده المتشبهاتي، ما تخليش اقوم اقتلهولك قدام الناس. ماشي عمنا بتلاقي الراجل ده بتقرطصك يا كبير. انا عيب سويس يا غبي، دي الخطه يا غبي. يمشي لغي جرمت بعنف يا بنت. متقلقش يا نوخه، حنوطهولك من غير. والنقطة اللي قبلها مصيرهم ايه؟ عايز اعرف راحوا فين. النقطة دي بيتي اولى بيها ورقصني برضه. سامخ ابو الفدا واسم الحركه طرمواي. ما شفتكش قبل كده؟ تهيألي اتقابلنا في شرم الشيخ. سقع عليا. يبقى في مارينا. حر قوي. طب في الغردقه؟ اغرب. يا روح قلبي، ده احنا هنتقابل كتير قوي. يبقى نشرب كاس في صحتك. صحتك. ودوقي اللي معاكي وهستناكي بره. استنى. يا جامد. ايه سكران واخدينه رجع. ايه ولا المطولة فوز ولا زي الخطة. نسيت المطولة. انا اكسر بيها بتضرب. سيبوا الريس. سيبوا نشن عليا. انا نشن عليا. ده انا ايدي تتقطع ولا نشن عليك يا ريس. اقتلني يا غبي، اقتلني اقتلني اقتلني. انت ادرى بقى. خيتك يا طرمواي على ايد واحد احول. سامحني يا كبير، سامحني يا كبير، قتلتك بايديا. ولا دبشه. مين مين ايه؟ انا يا غبي. يا ريس انا غبي، انا غلطان. ايه مالك؟ واحد وقتلناه. عايز تبلغ؟ بلغ. البوليس نمرته 122 واحنا قاعدين هنا شوي. ولا قتلك يا ولاد المجانين. يا ولاد المجانين بتقول ايه؟ قتلته؟ طيب يا نخنخ هكلمك بعدين، مع السلامة. الواد نخنوخ بيكذب عليا ولا ايه؟ هو المعروف عنه انه ملوش امان سعادتك. طب هنتأكد منين انه فعلا قتله؟ اما ترمواي يختفي وما يبقالوش اثر. لسه هستنى ترمواي لما يختفي. اسمع لما اقولك، الواد نخنوخ ده مش هياخد ولا مليم قبل ما يجيب لي راس ترمواي واشوفها بعينيا. ايه؟ اجيب لك راسه؟ ارقصه يا باشا. انت مش مصدق ان انا قتلته؟ طب يا باشا اصوره لك بالكاميرا بتاعت الموبايل وابعته لك بالبروتورز. ماشي يا باشا. راسه راسه. حاضر. طب يا باشا ما ينفعش صباعه؟
حاضر يا باشا ما تنرفز هجيب لك راسه. يعني قتلت الراجل ومش قادر تقطع راسه؟ انا اقتل لكن اقطع راس ليه؟ انا مجرم؟ مجرم؟ بعيد الشر عنك، مين اللي يقدر يقول كده؟ ده انت ارق راجل عرفته في حياتي يا حبيبتي. ايه يا معلم؟ يا بنت مالك؟ ايه ده الراجل بتاعي، يعني دراعي اليمين، دراعي اليمين بيبوظ دراعك اليمين، مالك؟ يخرب بيتكم نسيتوني اكل عيشنا. وبعدين هنعمل ايه في الراجل اللي عايز الراس ده؟ ولد ابشا انت عمرك ذبحت انسان في حياتك؟ عمري يا كبير. يبقى فرصتك جات لك يا ابن المحظوظه. واضح انك انت جاهز للاختبارات قوي. اختبارات ايه يا ابني؟ اختبارات ايه؟ ده انا ظابط من وانا عندي 6 سنين. يعني مش واخد بالك ان يعني الجسم يعني زياده شويه ولا ايه؟ انا عمر جسمي ما كان عقبه في حياتي. وبعدين هيعوزوا مني ايه؟ جري هيلاقوا حمامه قدامهم، نطت ثقه وكده هيلاقوا فهد. لكن انا اللي قلقان عليك بودانك دي. لعلمك انا وداني عمرها ما كانت عقبه في حياتي. اجمع كل طلبه وداني بسرعه. النهاردة أول اختبارات في كلية الشرطة، اللي هينجح في اختبارات اللياقة هيجي ويكمل معانا بكرة. أنت وأنت البسوا روحوا بيكم. معقولة؟ معقولة نجحنا كده من غير اختبارات؟ لا مش منظر، يعني اختبرنا عشان ما يقولوش مكوسنا. يا ابني أنت كده كده ساقط من غير اختبارات، ده جسم ظابط ولا دي ودان ظابط؟ يلا بقيت الطلبة على الملعب. ده جسمي طلع اكبر عقبه في حياتي. وانا قداني طلعت اكبر عقبه في حياتي. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ اروح لابويا واقول له ايه؟ ده انا ابويا ممكن يموت فيها. انا عندي فكره. احنا لازم ننتحر. عندك حق، احنا خساره فينا الحياه. بابا بيديني رنه وانا في الظروف دي، طب اقول له ايه دلوقتي؟ رد عليه وتزعلوش، قول له انك نجحت. فكره. بص وفين؟ افرش الحارة كلها، أنا عاوزها ليلة من 1000 ليلة وليلة. ماشي يا شهريار. واعزم كل البشر، ابني بقى باشا غجر. يا ابني ده 7 كوبري نقف عنده وشكلك مش ناوي تعمل اي حاجه خالص يعني. احنا لازم ننتحر، لازم ننتحر. طب يلا احنا بقى لنا 3 ساعات بنعيط، خد قرار بقى وخلصني بقى. طب اتفضل. اصلا ما بعرفش اعوم. طب انت عايز تعوم ليه؟ انت عايز تموت. اصلا انا بحب اموت تاني واحد. طب بص احنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونغمض وننط. بس بص احنا هنتفق اتفاق، احنا هننط مع بعض. لو انا مت قبليك امان عليك، امان عليك تموت نفسك. انا موافق، بس لو انا مت قبليك يبقى قدرك بقى. هعمل لك ايه؟ ايه اللي بتعمله هنا يا واد؟ بابا كل سنة اجي اجيبك من نفس المكان حتى الانتحار فاشل فيه. يا بابا ابدا انا مش بنتحر، ده انا كنت جاي اشم شوية هوا. انا عارف انك صدت، عارف مين الكومبو اللي جنبك ده، صاحبك؟ لا ابدا يا بابا، انا معرفوش، ده واحد بيحاول ينتحر وانا بحاول اعقله. يا واد الوطيانة اللي انت فيها دي يا واد، ده احنا عشرة من 7 الصبح يا واطي. معلش يا ابني معلش، حتى صاحبه بيبيعه. اتفضل قدامي، اتفضل اتفضل. عايز اسمع صوتك. انا كومبو، انا كومبو يا راجل يا كايزر.